الهدف الأول للأتليتي، مانزوكيتش يسجل أول هدف المباراة، يفجرها، لا حاجة للسلبية، يتقدمون أولا من أول الدقائق، من عادل وسجلوا متأخرين يسجلون مبكرا الآن أول أهداف المباراة في أول لحظات المباراة. شوف الكرة إلى مانزوكيتش، هدف خيالي من اللاعب المثالي، سجل الهدف الأول، قوية جدا في الزاوية اليمين، كاسياس لا يسأل عن هذا. شوف الكرة مرة أخرى، لأن هذا كان قويا فوق العادة، لذلك لا يسأل كاسياس عن هذا وعن هذه المشكلة. الآن في الدقيقة الأولى على الريال أن يتلقى هدفا أول من صغير مدريد الذي يكبر شيئا فشيئا، من صغير مدريد الذي كان متحد كبير العام الماضي حينما توج بالليغا في بداية الأمر ثم بعد ذلك